النهارده باذن الله هنستكمل سلسله الشورت اسي فاينل كويستشنز اولى طب نيو سيستم. معاكم دكتور محمد فايز، وهنشرح شورت اسي سينابس كويستشنز. طبعا الاسئله هنحاول نغطي بيها اجزاء كبيره من السينابس اند ريسبتورز لسهوله المراجعه قبل الامتحان ان شاء الله. السؤال الاول: What are the differences between electric and chemical synapse؟ السؤال ده مهم جدا، ممكن يجي لك نظري او MCQ. طبعا الالكتريك هو less common، اقل حدوثا من الكيميكال synapse. باي دايركشنال، بيحصل في اتجاهين من السيل بودي للاكسون او العكس، اسرع ولا يتأثر بدرجز، not sensitive to drugs، كمان excitatory. أما الكيميكال بيكون العكس على طول، يعني يكون اتجاه واحد، أبطأ شوية علشان الديلي في دخول الكالسيوم جوه النيرف وإنه يمسك في الفيسيكلز ويخرج الأسيتايل كولين. sensitive طبعا to drugs، وممكن يبقى excitatory أو inhibitory حسب نوع الترانسميتر. السؤال الثاني: Why initial segment of the axon generate action potential أسهل من السومة؟ دايما الـ initial segment فيها voltage gated sodium channels أكتر، وبتوصل أسرع للـ firing level. النقطة دي في منتهى الأهمية. طيب mention inhibitory transmitter، إذا قلت mention أذكر فقط بدون شرح and their mechanism of action. الانهيبيتوري ترانسميتر يبدأ بحرف الجي، يعني أقول لك جابا وجلايسين، خلي بالك. أما الجلوتاميت ده اكسيتاتوري ترانسميتر. الميكانيزم opening of voltage gated potassium and chloride channels. الفكرة لما تفتح البوتاسيوم تشانل بتخرج البوتاسيوم لبرة، بتزود البوزيتيف تشارج، بتعمل هايبر بولاريزيشن. او افتح الكلورايد السالب فدخل نيجاتيف تشارجز كتيرة جوه، ويزيد الفرق بين برة وبين جوه. كلام ده في منتهى الأهمية. What is miniature inhibitory post synaptic potential؟ miniature معناها قليل، inhibition قليل، أو أقول لك inhibition نتيجة حاجة بطيئة. هو state of hyperpolarization. أهم كلمة دي، اتفتح slow voltage gated potassium channels. طبعا السلو فولتج جيتد دول هم البطاء جدا، لما بيخرجوا بوتاسيوم بيخرجوه ببطء، فبيعملوا انهيبيشن بطيء، بعكس دخول الكلورايد الهايبر بولاريزيشن اسرع شويه. السؤال الخامس: What is the importance of synaptic fatigue؟ خلي بالك لما ترانسميترز بتقل ده مهم، انه بيقلل البرين اكسايتابيليتي as in epileptic seizure. الابيليبسي هو مريض الصرع، مريض الصرع هايبر اكتيف جدا، فمن نعمة ربنا عليه ان الترانسميتر بتقل عنده، وبالتالي بتقل الاتاك او النوبة بالنسبة له. السؤال السادس: What is the difference between spatial and temporal summation؟ خلي بالك summation معناها two stimuli يتجمعوا في الانتنسيتي على بعض، كلام ده قلناه في النيرف، ولكن في نوعين من summation. spatial معناها several presynaptic neurons are stimulated at the same time، أعصاب مختلفة تشتغل في وقت واحد. خلي بالك ان several دي
و at the same time هما أهم الكلام. ليه؟ دايما في فاكتور ثابت وفاكتور متغير. إذا أنت ثبت عامل الوقت لكن عامل المكان يتغير، اسمه special نسبة للسبيس، أما temporal نسبة للتايم. هنعمل إيه؟ أجيب single nerve، عصب واحد، والعصب ده أديله repeated stimuli، repeated stimuli ورا بعض، يعني نيرف واحد أشغله باستيمولاي مختلفة بحيث الانترفل ما بين الاستيمولس الأول والتاني أقل من 15 ملي سكند عشان يحصل استجابة. mention inhibitory factors of synaptic transmission. خلي بالك ان دايما الأسئلة المختصرة mention علشان ما تشرحش كتير. تلاتة بحرف الاتش لو زادوا انت هيحصل لك هايبر بولاريزيشن. اول واحد هيدروجين اين، الهيدروجين اين ده رمز للاسد، اذا زاد الهيدروجين اين في البلازما بيتجمع على الاوتر سيرفيس اللي اصلا عليه بوزيتيف تشارجز فيحصل هايبر بولاريزيشن. هايبوكسيا البرين لا يتحمل نقص الأكسجين لفترات طويلة، هو مش بينقل إمبلس كده وخلاص كهربا، هو عايز أكسجين وعايز إنرجي، فلما تحرمه من الأكسجين الترانسميشن يتأخر. البرين عايز جلوكوز، هايبوغلايسيميا من غير جلوكوز يتوقف وما يشتغلش فيقل السينابتيك ترانسميشن. السؤال الثامن العكس بقى، mention excitatory factors of synaptic transmission، يعني ايه الحاجات اللي تخلي النقل اسرع. كافيين، ناس اللي بتشرب قهوة كتير تلاقيه مصحصح قوي. سيوفيلين المادة الفعالة في الشاي. سيو برومين ده مهم قوي، المادة الفعالة في الكوكا، ناس بتحب تشرب كوكاكولا. ستريكنين برضو اكسايتاتوري فاكتورز. السؤال التاسع what is the importance of convergence and divergence. طبعا في النيورونال بول قلت لك علاقات النيورونز ببعض علاقات متشعبة، يا اما يتجمعوا او يتفرقوا. طيب الفرق ما بينهم ايه؟ convergence ده special summation، اكتر من nerve بيشتغل في وقت واحد يبقى special. divergence معناها ان السيجنال دخلت في السباينال كورد اتفرقت في مكانين، زي لما تيجي تتلسع بتسحب ايدك، يبقى السيجنال دخلت في السباينال كورد راحت للانتيريور هورن سيل عشان اسحب دراعي، وفي نفس الوقت طلعت السيجنال من السباينال كورد الى البرين في النهايه عشان تعرفك ان في بين، ازاي الكورتكس هيتصرف. يبقى التفرق ده ليه؟ امبليفيكيشن، لتكبير وتعظيم السيجنال. طيب السؤال العاشر what is meant by after discharge and mention its types. كلمة after discharge حاجة لسه شغالة على الرغم ان الستيمولس وقف، الاوتبوت prolonged ممتد. prolongation of output discharge even after end of stimulus. الستيمولس خلص وانا لسه مكمل، زي بالظبط لما النور يطفي في الاوضه، انت بتغمض عينيك وانت بتغمض لسه بقايا الضوء انا شايفه جوايا، لسه ترانسميتر ما حصلوش ابتيك. انواعها سينابتيك اند انتر نيورونال، طبعا مش عايزين شرح
كتير. السؤال الحداشر: Give an example of positive feedback within the neuronal circuit. احنا لما جينا شرحنا في فيديوهات البايوفيزيكس قلت لك حاجة مهمة: positive feedback معناه response the same as the stimulus. الدايرة ما بتتقطعش. طب زي ايه الدايرة دي ما بتتقطعش؟ اقول لك example: reverberating circuit. هدي لك مثال بسيط. انت دلوقتي صاحي 18 ساعة. الريتيكولر فورميشن ده مركز اليقظة في البرين ستيم بيشغل الكورتكس، اعلى جزء في البرين، والكورتكس يشغله. نفضل في دايرة مغلقة. ريفربريتنج معناها صدى، ايكو. يعني ايه صدى؟ زي لما اجي ابعت لك رسالة ترد علي، ابعت ترد. رد الفعل الايجابي اللي يقطعه هو الفاتيج of synaptic junction. الكيميكال ترانسميتر المسؤولة عن الاويكفولنس بتخلص. وطبعا دي بيسموها النظرية السلبية للنوم. لكن السنة اللي جاية او اللي بعدها هتعرف معايا ان السليب له مراكز عليا في المخ بتتحكم فيه. السؤال ال 12: What is the difference between direct and indirect inhibition؟ يعني ايه؟ direct inhibition معناها chemical transmitter يخرج من البريسينابتيك، هو inhibitory، يفتح كلورايد او voltage gated potassium channel على البوست سينابتيك ممبرين فيعمل له هايبر بولاريزيشن، يبعده عن الفايرنج ليفل. دي حاجة مباشرة. الحاجة الغير مباشرة ان يجي انتر نيورون نيرف تالت يطلع كيميكال ترانسميتر يوقف البري سينابتيك، يعمل له هايبر بولاريزيشن. لما البري سينابتيك ما يشتغلش يبقى مش هيقدر يشغل البوست سينابتيك، يبقى انا قدرت اعمل انهيبيشن بشكل غير مباشر. خلي بالك في اسئلة الاسي بيبقى فيه سؤال تجميعي: انواع الانهيبيشن ان نيورونال سيركت، يعني بري سينابتيك انهيبيشن او بوست سينابتيك انهيبيشن. خلي بالك ده مهم قوي بيتسأل. اقول لك: من ييتشر انهيبيتوري بوست سينابتيك بوتنشال، او اقول لك انهيبيتوري انتر نيورون اللي هو لاترال انهيبيشن رانشو سيل. يعني ممكن السؤال يجي مجمع او السؤال يجي بالطريقه اللي انا قلت لك عليها متفتته. وات از مينت باي لاترال انهيبيشن، وعايز نوعها واهميتها. لاترال انهيبيشن معناها ان بري سينابتيك سيل تشغل inhibitory internuron. internuron ده يعمل inhibition للنيرف فايبر اللي جنبه، زي بالظبط اقول لك الضوء وقع على الريتنا. الشبكية دي طبقة ممتدة، طبقات ممتدة. طيب الضوء وقع على اعصاب معينة، الاعصاب دي هي اللي شافت الضوء. طيب الاعصاب اللي جنبها على اليمين او الشمال تشتغل؟ تقول لي لا، لازم يبقى فيه specification، تخصص، تحديد. عشان كده النيورونز دي تعمل سينابس مع inhibitory انتر نيورون. تقول له انا هشغلك عشان توقف اي نيرف جنبي. لا ما ينفعش. نفس الكلام لما تشوف لوحة فيها مثلا خلفية حمراء، اللي شاف الخلفية الباك جراوند بتاعت اللوحة نيورونز معينة، مش عايزة الأعصاب اللي جنبها تشوف نفس اللون. هتقولي ما أنا في الآخر هشوف كل حاجة، بس لازم يبقى فيه كونتراست، ده مهم قوي. طيب التايب ريسيبروكال انهيبيشن، وقلنا في النظري
ريسيبروكال معناها التغذية العكسية. ده مهم قوي. طب ايه الأهمية؟ The brain can distinguish، يميز الأصوات، البوردرز اوف لايت، دارك اند اودرز. السؤال الـ14، وات از رينشو سيل؟ رينشو سيل ده انهيبيتوري انتر نيورون. طيب يعني ايه انتر نيورون يا دكتور؟ يعني نيرف في النص بين الافرنت والايفرنت، بين اللي داخل واللي خارج. طب اللي داخل هو بري سينابتيك، واللي خارج هو بوست سينابتيك. فالانهيبيتوري انتر نيورون ده يشتغل باكسايتاتوري نيورون. يعني مثلا انا دلوقتي عايز العب بيانو، وانا بعمل فلكشن بتني صباعي عشان اعمل نغمه معينه، مش هفضل تاني صباعي طول العزف، لا عايز مره اتني ومره افرد وغير نوع النغمة. فيجي الأفرنت اللي شغل الأنتيريور هورن سيل إنك تتني صباعك، يقول لك أنا بقى لازم أشغل إنتر نيورون جوه السباينال كورد إنهيبيتوري، يطلع إنهيبيتوري ترانسميتر يلف ويرجع ويعمل إنهيبيشن للي شغله عشان يعمل نيجاتيف فيدباك. هوقفك، وطالما وقفتك يبقى مفيش حد هيشغل الانتيريور هورن سيل اوف الفليكسور، فصباعك بالعكس يتفرد. هو ده ميزه الرينشو سيل اللي جوه السباينال كورد. طب وات از فيد فورورد انهيبيشن؟ اي طالب هيستغرب من العنوان، احنا متعودين على فيدباك، نيجاتيف فيدباك، انك توقف اللي شغلك ترجع له. هنا لا، اكسايتاتوري نيورون يشغل انتر نيورون لقدام، الانتر نيورون ده يطلع انهيبيتوري ترانسميتر علشان يعمل انهيبيشن لمين؟ للاوتبوت. يعني انا هوقف اللي بعدي، مش اوقف اللي جت الإشارة منه، لا ده موجود في السيريبيلم. في سنة تالتة هنشرح سيريبيلر سيركتس المخيخ، وهنعرف يعني نيجاتيف فيد فورورد بالأمثلة. تمام، نيجي للسؤال الـ16، What is recruitment؟ كلمة recruitment معناها progressive increase في number of enter neurons، بمعنى مش كل الانتر نيورون في السباينال كورد شغالة، شوية شغالين وشوية لا. هتقولي طيب ده على اساس ايه؟ نفترض ان انت عندك المصل فيها 100 فايبر، الميت فايبر شغال منهم 30 في العادي. طب انا عايز اعمل كونتراكشن اكتر، يبقى لازم الإيفرنت اللي خارج من الأنتيريور هورن سيل سوماتيك يشتغل أكتر. طيب مين يشغله؟ إنتر نيورون. هتقول لي يا دكتور ما أنت لسه قايل إن الإنتر نيورونز دول إنهيبيتوري. مش شرط، إنتر نيورونز ممكن يكونوا إنهيبيتوري أو إكسايتاتوري. هنا الإنتر نيورون هتطلع إكسايتاتوري ترانسميترز، والإكسايتاتوري ترانسميتر ده هو اللي يشغل الإيفرنتس وبالتالي يزيد الكونتراكشن. فالإجابة It is a gradual increase. خلي بالك أنا ليه النقط المهمة بحط عليها الأحمر، عشان أقول لك خطر، هنا الزيادة تدريجية to a maximum in a reflex، بيزيد الريفلكس لغاية لما يوصل للماكسيمم. ريفلكس ان انا اشيل حاجة، وانا stimulus of unaltered intensity is prolonged. يعني unaltered؟ يعني انا دلوقتي شايل شنطة، وزن الشنطة ده ثابت ما تغيرش،
ما حطيتش فيه حاجه اكتر تتقلها. طيب انا عايز طول ما انا ماشي وانا شايل الشنطه اعمل كونتراكشن لفايبرز اكتر، يبقى لازم ازود الاكسايتاتوري انتر نيورونز اللي تشغل لي الايفرنس الزياده دول. دايما اي ريسبونس عايز اللي يساعده، عشان كده الكتاب قال ريكروتمنت بروجريسيف انكريز. نيجي لاسئله الريسبتورز، وات ار فانكشنز اند كلاسيفيكيشن اوف ريسبتورز. اي ريسبتور لازم تقول لي كلمتين اساسيين، ديتكتور، طبعا ديتكت يتحقق من التغير اللي حواليه ايا كان بقى، ميكانيكال، ثيرمال، كيميكال، اند ترانس ديوسر. يعني ايه ترانس ديوسر؟ يعني يحول الميكانيكال انرجي مثلا الى طاقه كهربيه، اقدر انتج كهرباء. طب ايه الكلاسيفيكيشن بتاع الريسبتور؟ قلنا كيمو فوتو ده للضوء، سيرمو حراره، ميكانو ميكانيكال او ضغط، نوسي سيبتور نوسي يعني بين، وبروبريو سيبتور احساسك بالبوزيشن. تمام، وات از مولر لو اند اتس امبورتنس. خلي بالك في سنه اولى نيو سيستم انت خدت قوانين كتيره، قوانين في الهيمو داينامكس والاول اور نان لو في النيرف، والنهارده بنتكلم على قانون المولر لو. في كمان فيبر فيشنر لو. المولر لو ده قال حاجه مهمه قوي، ستيميوليشن اوف سيرتن سنسوري باسوي. لو انت شغلت باسوي معين، ما يهمنيش الطريقه او شغلته منين. يعني ايه الطريقه؟ يعني انا مثلا بشوف الضوء عادي باللايت، ضوء عادي بيقع على اوكسيبيتال كورتكس مركز الرؤيه في البرين فبشوف، او ميكانيكال تضربني ضربه جامده في ظهر راسي هشوف الدنيا الوان، برضو هشوف ضوء، فما يهمنيش الطريقه. او انت شغلت الباسوي منين، سواء بدات من الريسبتور او انتهيت في الهاير سنتر، في النهايه هو سنسيشن واحد. For which receptors are specialized، متخصصة. يعني أقول لك الريتنا is stimulated mechanically and light. طيب إيه الأهمية؟ الأهمية أن أنت تميز نوع السنسيشن. دايما في حاجة اسمها sensory coding، بمعنى البرين عامل شفرة بيحل بيها اي لغز، عايز اقول له السنسيشن ده ايه، هو يحدد نوعه. موداليتي يعني موديل النوع، يحدد جاي منين لوكاليتي، يحدد شدته ضعيف او قوي. فده مهم قوي المولر لو. منشن ديفرنت ميكانيزمز اوف ريسبتور بوتنشال. خلي بالك احنا درسنا الباسينيان كورباسل، كانت عامله زي حلقات البصل، كنا بنضغط على اتصال الباسينيان كورباسل بالفيرست نود اوف رامفي، ان كان في نيرف افرنت داخل لها، فانت بتضغط في الحته دي اللي فيها فولتج جيتد صوديوم تشانلز. فاحد طرق ان انا اشغل الريسبتور ميكانيكال deformation. deformation يعني تغير شكل الريسبتور بالضغط، لكن الباسينيان كورباسل إلاستيك، عنده مرونة عالية جدا، انت بتضغط عليه ويرجع يتمدد مرة تانية، يرجع لوضعه الأصلي. بسميها remodeling، إعادة الموديل أو إعادة الأوضاع. كيميكال او تمبريتشر او الكتروماجنتيك راديشن. السؤال العشرين، وات ار بروبرتيز اوف ريسبتور بوتنشال. ريسبتور بوتنشال
هو اللوكال بوتنشال بتاعنا اللي درسناه في النيرف. Does not obey all or none law. لأنه لو كان بيحترم هذا القانون ما كانش هيستجيب لستيمولس تاني. Can be graded. Can be summated. لا يتبعه absolute refractory period. طبعا long duration. ليه؟ طب هناخد وقت. Stimulus الأول ضعيف. Local potential. ثم الستيمولس التاني يضاف في شدته على الأول. كل ده هياخد وقت للوصول للفايرنج ليفل. سؤال 21. What is Weber Fechner law؟ أو ساعات يسموها اسم تاني compression function of receptor. فكرة بمنتهى البساطة، نفترض الريسبتور بعت 1000 اكشن بوتنشال للبرين. هل يا ترى البرين هيستقبل الألف اكشن بوتنشال دول؟ لا، البرين يضغط الألف الى 3. يعني البرين قلنا عنده شفرة زي بالظبط رقم كودي او رقم سري، تبعت له 1000 يقولك الألف دول اصلهم 3. 10 to the power 3 يساوي 3. بناخد الباور بتاع اللوج اللي قلناه زمان في المدرسة. Frequency يعني عدد discharge of receptor is directly proportional to log intensity of applied stimulus. يعني الألف أنا عارف إن هما 3. اوعى تفتكر إن البرين مش فاهم إن التلاتة action potential اللي بعتوله دول قليلين. لا، بيردهم لأصله. هتبعت لي 100 10 to the power 2 أنا عارف إن هما 2. تبعت لي 10,000 10 to the power 4 أنا عارف إن هما 4. يعني البرين كأنه عنده جداول، ده كمبيوتر مبرمج. فعلى أساس العدد الفريكونسي أقدر أقول لك الانتنسيتي of the sensation قد إيه. طيب 22. Define adaptation and mention its types. طبعا adaptation معناها يقل الـ discharge of action potential from the receptor. دايما الريسبتور بيطلع كهربا تمشي فيه الافرنت ثم سنتر افرنت زي ما احنا عارفين ريفلكس ارك، ولكن الديستشارج بيقل نتيجة استيمولس ثابت مينتيند استيمولس. لما بتثبت الاستيمولس اللي بيحصل ان الديستشارج بيقل. اديني مثال يا دكتور. انت لابس ساعة وانت بتلبسها جلدك حس بملمس الساعة، بعد شوية اتعودت انا مش بركز انا لابس ساعة ولا لا، خلاص ما انا لابسها وخلاص. فادابتيشن معناها يقل الديستشارج اوف اكشن بوتنشال فروم سكين ريسبتور او تاتش ريسبتور. طب الانواع، ممكن الادابتيشن يبقى سريع جدا رابيد ادابتيشن او اسمه التاني فيزيك كرود تاتش، او الادابتيشن بطيء او مفيش ادابتيشن زي البين. ودي من رحمة ربنا علينا، عمرك ما تتعود على الالم، ما ينفعش نون ادابتنج او سلولي، لان البين is a protective mechanism بيحميك. انترميديت يعني في النص هو التمبريتشر، وده مهم قوي. طيب نيجي الى السؤال الاخير، قارن بين adaptation and fatigue، ايه الفرق بينهم؟ هنعمل جدول مقارنة. adaptation الستيمولس ثابت، تمام، الميكانيزم ليه سبتها فاضية؟ لان احنا قلنا الادابتيشن ميكانيزم remodeling او loss of energy stimulus to the other tissues. جيت اضغط على الباسينيان كورباسل ما ضغطتش عليها بالظبط، فالضغط ده توزع للأنسجة المجاورة
فما أثرش فيها، أو الفولتج جيتد صوديوم تشانلز ما اتقفلتش. طب هل الأكسجين لاك يجيب نتيجة نقص الأكسجين؟ لا، ده اللي يجيب نتيجة المينتيند ستيمولس. أونست يعني أونست؟ بداية الأدابتيشن. بيحصل بسرعة ولا ببطء؟ تقول لي بسرعة، لأني أنا بضغط على الباسينيان كورباسل كونها إلاستيك تبقى ريموديل ترجع لشكلها الأصلي. هي ده الريكفري، ترجع لشكلها الأصلي سريع جدا. المكان ريسبتور. أما الفتيج لا، لازم تدي ستيمولاي كتيرة للمصل، مصل تعمل كونتراكشن، كونتراكشن يزداد يزداد لغاية لما يقل، حصل إجهاد للعضلة. طب ليه حصل فتيج؟ تراكم اللاكتيك أسيد، لاكتيك أسيد أكيوميوليشن. اللاكتيك أسيد بيمنع الإكسايتيشن كونتراكشن كابلينج. طيب أكسجين لاك طبعا تسرع الفتيج. الناس اللي بيجروا في سباقات الماراثون 3 و5 كيلو، السباقات الكبيرة دي، بيجيلهم كرامب أو شد عضلي نتيجة الهايبوكسيا، الأكسجين قل. طب لما الأكسجين يقل، جلوكوز بيتحرق في غيابه يديني لاكتيك أسيد، فاللاكتيك عمال يتجمع، مش عارفين نستفيد منه، أدى إلى فتيج. طب هل الفتيج كأونست بيحصل بسرعة ولا ببطء؟ تقول لي بيحصل ببطء، والريكفري ببطء. ليه؟ عشان ارجع لطبيعتي تاني، انا هاخد وقت للتخلص من اللاكتيك اسيد، ادخله اللاكتيك اسيد في الليفر، عايز اعمل كريبس سايكل، اعمله ريسايكلينج، عايز احول اللاكتيك اسيد الى برودكت اخر، ده هياخد وقت. ودايما ربنا يعمل الحاجه يخلي فيها الداء والدواء، يعني اللاكتيك يعمل لك فتيك، بس لو زاد قوي ممكن يوسع البلود فيسلز فازو دايلاتيشن، فيزود الفلو للعضلة مرة تانية اللي كان فيها الإجهاد، فترجع المصل لطبيعتها مرة أخرى. سبحان الله. السايت التيشو اند اذر ذان ريسبتورز، يعني الفتيج مفيش حاجه اسمها فتيج ان ريسبتور، اديني بقول فتيج ان تيشو، فتيج ان سينابتيك ترانسميشن. اوعى تقول لي ريسبتور فتيج، لا، تقول لي على الريسبتور ادابتيشن. في نهايه الفيديو عايزك كمان تراجع الفرق بين فاسيليتيشن و أوكلوجن، شرحته في فيديو الملخص، وتكون عارف نقطة مهمة قوي، يعني ايه سبليمينال فرينج، ويعني ايه ديستشارج زون، ونيورونز لو قربت من بعض وكل نيورون واخد سفيشنت ستيمولس، يا ترى لما يتجمعوا على بعض هيشغلوا اعصاب اكتر ولا اقل؟ كل التفاصيل دي قلتها في فيديو سامري الساينابس، موجود على القناة. في النهاية هقول لكم ثانك يو، كان معاكم دكتور محمد فايز.